Thank you اهلا بكم هذه نشره اخبار الثالثه نبداها بالعناوين رسائل النيران تصل تل ابيب ليلا طهران ترد على قصف قنصليتها في دمشق بمئات الصواريخ والمسيرات بعد ليله المسيرات الايرانيه الطيران المدني العراقي يعيد فتح الملاحه الجويه امام الطائرات المدنيه مع تفجر الاجواء الاقليميه السوداني في واشنطن الطاقه والمال والاتفاقيه الاستراتيجيه اهم ملفات اجندته البدايه من تطورات المنطقه حيث شنت ايران هجوما على الكيان الصهيوني باطلاق عشرات المسيرات والصواريخ ردا على قصف قنصليتها في العاصمه السوريه دمشق وفي مؤتمر صحفي كشف المتحدث باسم الجيش الصهيوني دانيال هاجاري عن مشاركة من سماهم الحلفاء والشركاء في اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية مبينا أن إيران أطلقت أكثر من ثلاثمائة صاروخ ومسيرة مشيرا إلى أن دفاعاتهم الجوية نجحت بالتصدي لتسعة وتسعين بالمئة منها إلى ذلك ندد الرئيس الامريكي جو بايدن بالهجوم مبينا انه سيدعو قادة مجموعة السبعة إلى تنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الايراني. من جهته قال القائد العام للحرس الثوري الايراني حسين سلامي: إن إيران قامت بعملية محدودة ناجحة وضربت المواقع التي كانت منطلقا لاستهداف قنصليتها في سوريا، محذرا الكيان الصهيوني من رد أقصى في حال كررت مهاجمة مصالح طهران. كمين بات؟ لقد قمنا بعملية محدودة وهذه العملية كانت بحجم اعتداء الكيان الصهيوني وكان من الممكن ان تكون واسعة النطاق تشير التقارير الدقيقة والموثوقة والميدانية عن الضربات حتى الآن إلى أن هذه العملية كانت أكثر نجاحا مما كان متوقعا المعلومات حول الصواريخ التي سقطت لم تكتمل بعد أوصي الكيان الصهيوني بالكف عن سلوكه السابق والتعلم من هذا التحرك إذا أبدى هذا الكيان أي ردة فعل فمن من المؤكد ان رده فعلنا ستكون على اساس هذه التجربه الجديده وسيكون الرد اكثر شده، انشانا نظام دفاع عميق ومتعدد الطبقات بدعم من الولايات المتحده من المجال الجوي العراقي الى المجال الجوي الاردني وحتى اجزاء من سوريا وفلسطين المحتله. في العراق عثرت القوات الامنيه في محافظه النجف على طائره ايرانيه مسيره سقطت ليله امس في بحر النجف. مصدر أمني أفاد بأن الطائرة كانت ضمن سرب المسيرات الذي استهدفت به إيران الكيان الصهيوني. يشار إلى أن طهران شنت هجوماً على الكيان رداً على ضربة جوية على مجمع سفارتها في دمشق أدت إلى مقتل مسؤولين من الحرس الثوري في غضون ذلك كشف مصدر امني عن اتخاذ اجراءات امنيه مشدده وتشغيل لصفارات الانذار في القاعده الامريكيه حرير في محافظه اربيل المصدر اشار الى ان بقايا طائره مسيره كانت ضمن سرب المسيرات الذي استهدفت به ايران الكيان الصهيوني سقطت في قضاء سوران بمحافظه اربيل ولم تصب احدا باذى فيما لفت الى ان حركه الملاحه عادت الى مطار اربيل بشكل طبيعي وان حركه الشوارع طبيعيه وتسير بشكل اعتيادي ايضا وبعد ساعات على توقفها اعلنت سلطه الطيران المدني اعاده فتح الاجواء العراقيه امام جميع الطائرات القادمه والمغادره والعابره لاجواء البلاد وذكر بيان لسلطه الطيران ان فتح الاجواء جاء بعد تخطي المخاطر التي تؤثر على امن وسلامه الطيران المدني في العراق من جانبها استأنفت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة بعد إعادة فتح الأجواء أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد من قبل سلطة الطيران المدني. وعلى إثر هذه الأحداث بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بحثا التطورات الاخيره في المنطقه والتداعيات الناجمه عن ذلك مؤكدين على ضروره تخفيف التوترات وعدم الانجرار الى اتساع دائره الصراع رئاسه الجمهوريه وفي بيان لها ذكرت ان اللقاء ناقش الاوضاع الامنيه في البلاد واهميه حمايه الاستقرار وضمان امن المواطنين فيما تطرق الاجتماع الى وضع الموقوفين والمعتقلين في السجون وضروره مواصله اطلاق سراح من انتهت فتره محكومياتهم كما تدارس الطرفان اوضاع النازحين والخطط الموضوعه لعودتهم الى مناطقهم الاصليه واغلاق جميع المخيمات دبلوماسيا يزور رئيس الوزراء محمد شيع السوداني العاصمه الامريكيه واشنطن بدعوه رسميه من الرئيس الامريكي جو بايدن وتاتي الزياره بالتزامن مع هجوم ايراني واسع شنه الحرس الثوري على الكيان الصهيوني ردا على مقتل مسؤول امني ايراني رفيع في قصف مبنى السفاره الايرانيه في دمشق وتستمر زياره السودان لمده خمسه ايام ويلتقي خلالها الرئيس الامريكي جو بايدن بالاضافه الى وزراء ومسؤولين اخرين كما سيلتقي بمسؤولي شركات الطاقه الامريكيه وابناء الجاليه العراقيه في ثلاث ولايات اثناء ذلك اكد حزب السياده اهميه دعم القوى السياسيه كافه لزياره رئيس الوزراء محمد شيع السوداني الى واشنطن مشيرا الى ضروره تفعيل الاتفاقيات الاستراتيجيه الموقعه بين العراق والولايات المتحده السياده وفي بيان له شدد على ضروره تفعيل الشراكه الاستراتيجيه مع واشنطن بما يضمن تحقيق سياده العراق وقراره المستقل فضلا عن انهاء التدخلات الخارجيه والاعتداء على اراضيه او تحويلها الى ساحه لتصفيه المشكلات الاقليميه والدوليه كما ثمن السياده في بيانه الجهود المبذوله للمفاوض العراقي نحو تفعيل مذكرات دعم القوات الامنيه في جوانب التدريب والمشوره بعد انهاء مهمه التحالف الدولي والانتقال نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بينما تعلن بغداد انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الثنائية مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الأجنبية، يخيم الغموض على مصير الوجود الأمريكي في العراق، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مباحثات السودان في البيت الأبيض. نتابع. بينما يصدح اعلان الحكومه العراقيه بانتهاء الجوله الاولى من المحادثات الثنائيه حول انسحاب القوات الاجنبيه يتبدل الواقع الميداني في مسرح الاحداث حيث يؤكد المبعوث الامريكي للتحالف الدولي عدم وجود خطط فوريه للانسحاب رؤيه تبقى متباينه مع تصريحات المسؤولين العراقيين كثير من التصريحات السياسيه الامريكيه المهمه من شخصيات لها تاثير في الشان السياسي داخل الولايات المتحده الامريكيه إن يقولون ان لا جدوله ولا هنالك نيه لاخلاء الاراضي العراقيه، اعتقد المصالح الامريكيه داخل الاراضي العراقيه لا تعني الهدف هو العراق فقط بل على المستوى الاقليمي والدولي. المباحثات الثنائيه بين واشنطن وبغداد تتواصل بهدف ترتيب اطار دائم للتعاون الامني. وسط صمت بشأن مصير الانسحاب بينما يعتقد مراقبون أن الأمور ستتضح أكثر بعد انتهاء زيارة السودان لواشنطن حيث سيطرح الملف للنقاش الجدي خلال حوارات السوداني في البيت الأبيض تفرش الفرشة على طاولة المباحثات في واشنطن للوصول إلى تفاهمات حقيقية وليست اتفاقيات ترقيعية كما يعتقد البعض السيد السوداني وحكومة السودان مصممين على أن العلاقة العراقية مع أمريكا تصل إلى... يعني بدايات مطمئنه، تصل الى مخارج مطمئنه للطرفين. وتستمر اللجنه العسكريه العليا في اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في الاراضي العراقيه، سعيا لتقييم الوضع العسكري وتقدير المخاطر المحتمله، فيما يظل الجنود الامريكيون حاضرين باعدادهم في العراق، مع استمرار مساهمتهم في عمليه التحالف الدولي التي انطلقت منذ العام 2014. بينما تتجه الانظار نحو نهايه المحادثات الثنائيه بين واشنطن وبغداد، يبقى الوضع الميداني محور اهتمام المجتمع الدولي، فعلى الرغم من تاكيدات الاراده السياسيه للانسحاب، يبقى مصير القوات الاجنبيه في العراق محل تساؤل وترقب. من بغداد علي عبد الكريم قناه الفلوجه. الوقت الذي تسعى خلاله أربيل إلى استئناف صادراتها أو صادرات نفطها عبر خط جيهان التركي تفاوض بغداد أنقرة للتصدير عبر خط كركوك القديم المار بنينوى والمتوقف منذ العام 2014 نتابع في نهاية نيسان الجاري 350 الف برميل من النفط يوميا يمكن ان تتدفق مجددا عبر خط كركوك الواصل الى ميناء جيهان التركي بعد اعلان بغداد العمل على تاهيله. اتفاق عراقي تركي جرى اخيرا بمنأى عن حكومه كردستان ما يعني ان تعقيدات ملف النفط عادت كذلك هي الاخرى الى الواجهه. لا ضير بان تكون هناك اتفاقيات استراتيجيه ما بين البلدين العراق والتركيه. والعودة إلى الخط النقل الاستراتيجي لنقل النفط الخام من كركوك عبر الخط القديم الذي يمر بمناطق مناطق حوض نينوى وانتهاء بميناء جهان بالتالي سوف تكون هناك منفعه للطرفين وان ايرادات النفط هي ايرادات تخص جميع العراقيين الخط الذي يبلغ طوله 960 كيلومترا ينطلق من كركوك ويصل الى صلاح الدين مرورا بالموصل ومنها الى المنطقه الحدوديه مع تركيا عمليات تاهيله تركزت على الاجزاء المتضرره منه وتلخصت باصلاح الاجزاء المسربه للخام إعادة تصدير النفط من كركوك إلى ميناء جيهان التركي أمر لا ليس له علاقة بالمفاوضات الجارية بين بغداد وأربيل كون هناك لجان نفطية على أعلى المستويات متمثلة بوزارة النفط في بغداد ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان تضع اللمسات الاخيره لغرض معاوده التصدير كون هذه كون تصدير نفط اقليم كردستان لا يرتبط بموضوع نفط كركوك عائدات ماليه يمكن ان يوفرها هذا الخط لدعم الاقتصاد العراقي يقول خبراء مع التاكيد على انه لن يؤثر على مستقبل العلاقه بين بغداد واربيل ان افتتاح خط الاستراتيجي بين العراق وتركيا لتصدير النفط حتولد وفره من الاقتصاد لتحسين الاقتصاد العراقي ولتكثير من الكميه المصدره من النفط للعراق. وهذه ليست العلاقه اي ليست هناك اي حاله من التوتر او تصعيد الموقف بين بغداد واربيل. منذ العام الماضي والمفاوضات بين بغداد واربيل بشان تصدير خط كركوك عبر كردستان متعثره. ذلك الخط المتوقف الذي تسعى حكومه الاقليم هي الاخرى جاهده لاستئنافه وما بين خطي نينوى واربيل يركز الاستئناف على اهميه عدم الالتفاف بين طرفي المعادله النفطيه من كركوك عبد العامري قناه الفلوجه. في بغداد نظمت الهيئه العامه للاتحاد العام للجمعيات الفلاحيه في عموم العراق نظمت تظاهره امام مقر اتحاد الفلاحين بسبب التدخلات السياسيه والحزبيه لبعض اعضاء البرلمان في عمل الاتحاد المحتاجون اكدوا ان عمل الاتحاد مستقل وان القانون والدستور والمؤسسات التشريعيه لم تعطي الحق للنواب بالتدخل في عمل النقابات والاتحادات مطالبين بابعاد سيطره الجهات الحزبيه عن عمل اتحاد الفلاحين ولوجود تجاذبات وتقاطعات في العمل نتيجه للتدخلات السياسيه لبعض اعضاء مجلس النواب العراقي الذين الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير الا انهم لم يسمح لهم القانون ولا الدستور ولا المؤسسه التشريعيه بالتدخل في عمل النقابات والاتحادات. هذه الجمعية منتخبة من قبل الفلاحين من قبل المزارعين تدري أنت الفلاح الآن يبحث مع مصلحته وين تصب مع من يخدم هذه الشريحة فأنت من تجيب لي شريحة مو من أصحاب الاختصاص وتخليها تتبنى الموضوع هاي راح تتعبني وتتعبك راح آه ما, ما،, أنا ما راح استفاد من عدها الاتحاد الحالي هذا غير منتخب نطالب بتطبيق قرار الهيئه اللي صار يوم 6 أربعة واللي هو يطالب باعاده الاتحاد الحقيقي والمنتخب واستبعاد الاتحاد اللي موجودين اللي دخلوا بالغصب وانتهاك للدستور ولكل القوانين نطالب باخراجهم من الاتحاد فورا. طلع محافظ الانبار محمد نوري برفقه عضو مجلس المحافظه عن كتله الاستقرار عدنان الكبيسي على اسباب انهيار الممر الثاني لجسر الفلوجه القديم الكبيسي اكد ان هذه الحادثه لن تمر مرور الكرام وسيحاسب المقصرون حفاظا على ارواح المواطنين من جانبه اشار محافظ الانبار الى ان انهيار الجسر جاء بسبب تقصير من الشركه المنفذه لكونها غير مؤهله لهذا العمل يعني للاسف احنا اليوم في جسر الفلوجه الحديدي الذي يعني بهذا سقوط هذا الخلل بالمقطع الجسر بسبب خلل فني وهذا الحال تحدث عندما يتم احاله المشروع الى شركات غير متخصصه وغير كفؤه وبالتالي سيتم التحقيق واحاله المتسببين الى القضاء واجراء كل واتخاذ كل الاجراءات القانونيه بحقهم يعني ليس كما يقال بان الخلل من السائق وانما خلل من المشروع لا لا هلا خلل فني في المشروع اختيار الشركه كان غير موفق وغير متخصص طبعا اكيد ما راح تمر عرضيه يعني احنا هذه حياه مواطنين سلامه مواطنين يعني لو مفتوح الجسر من المؤمل كان يفتح خلال اربع خمسه ايام الجسر لكن الحمد لله اليوم باعمال التبليط يعني وصارت الحادثه اكيد ما راح نسمح انه تمر هاي الحادثه مرور الكرام يعني هذه ارواح بشر يعني اذا احنا اليوم مو عليها لا خير فينا الحادثه سيحاسب المقصر كائنا من يكون في الانبار يخيم الحزن على وجوه العائلات في الصقلاويه التي تنتظر بفارغ الصبر عوده ابنائها المخفيين قصرا منذ تسع سنوات نتابع الرجل راح والولد راح ظل هذا خذوا ملامح الحزن تخيم على هذه الحاجة وهي تترقب عودة أولادها المخفيين قصرا هنا في الصقلاوية نحو ألف مواطن تم تغيبهم قبل تسع سنوات ولم يعرف مصيرهم حتى الآن مئات العائلات لم تزرهم الفرحة حتى في الأعياد ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة منذ أن فقدوا المعيل يعني أنا ما علي عيد أنا كل عيد ما علي عيد من راحم هم, هم ما علي عيد أطفالهم عايشة بالقهر والضيم والله احنا كليتنا عايشين بالقهر والظن، يعني لان كان قبل الزلمه يجيب لنا عيشه. والله حزينين اي والله وجوهنا وهدومنا، حزينين اي والله حزينين وقلوبنا سماد اسود مو بس يعني وجوهنا وهاي. شنو السبب؟ على ولدنا. مو هاي مو ولدنا هاي؟ هذا اربعه هذا ابن اخويا اربعه هو ماكو ابوهم مات وهذا واحد منهم ووليده شوف المعاناة التي تقاسيها هذه العائلات أشبه بالموت البطيء بحسب ما تقول هذه السيدة وهي أم لأربعة مغيبين فيما يطالبون أصحاب القرار بالكشف عن مصير أبنائهم وحسم هذا الملف الذي طال انتظاره عندي أربعة أربعة مغيبين ما ظل عند أحد ظلت وحيدة انا وين اروح وين انطي وجهي ليش ولدي وين راحهم ليش هيك ليش بدون اولاد <applause> بدون اولاد يا عيني ما ضل احد انا المره العجوز شنو ذنبي طالب ولدنا احنا نريد ولدنا هاي تسع سنين لا بين من عندهم خبر لا بين عندهم مكتوب هذا وإن محافظة الأنبار تضم أكبر عدد من المخفيين قسرا فيما تقول منظمات حقوقية إن الأعداد تقدر ب عشر ألف مواطن غيبوا إبان تحرير المحافظة من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة بأكثر من 300 مجسم حول منتظر الجابري من محافظة ذيقار حول شغفه بالنحت إلى واقع ملموس تفاصيل هذه القصة في التقرير التالي منتظر الجابري ذو الستة والعشرين عاما نمت موهبته في نحت المجسمات في سن مبكرة حيث اكتسب هذه الموهبة من والدته التي زرعت داخله حب الفن والإبداع ليسطر سنوات دراسته في كلية الفنون الجميلة ويصقل موهبته بالدراسة الأكاديمية لينتج هذا الإبداع هناك ما كانت عندنا العاب ولا كانت عندنا شيء نتسلى به اطفال، فكانت والدتي تشكل اعمال من الطين. فانا بدايات هذه اللي حبيت بها التشكيل واستمريت فيها يعني وتعلمت الرسم، شاركت بالعديد من المعارض بالمعهد بالناصريه في شارع الثقافه اقمت معرض للرسم واخذت المركز الاول على محافظه ذي قار عند كنت في الثالث متوسط ومنها واستمريت. وحبيت انه اطور هذه الموهبه والعمل وقدمت في جامعه بغداد بكليه الفنون الجميله وقبلت يعني بالاختبار وتفوقت بالاختبار. هكذا اصبح منتظر حالما عندما عمل اكثر من 300 مجسم التي مثلت الشخصيات التاريخيه والادبيه وشخصيات خياليه ليطمح بان ينشا معرضا يجمع به جميع فناني محافظته. اضافه الى عمل نصب لشخصيات تاريخيه وادبيه لها تاثيرها في المجتمع لتزين ساحات المحافظه وهذا كان اقل طموحاتي منتظر نتاجاتي انا بصراحه متعدده يعني تقريبا ما 300 نتاج يعني ما بين بورتري ورسم وغيرها لكن انا دعمي وامكانياتي بالنسبه لي ضعيفه جدا لذلك نتاجاتي محدوده انا طموحي طموحي اللي, اللي ودي ان احققه اني افتح جاليري او ورشه نحت في في ذي قار هذا الجاليري اسوي فد ضخم يجمع جميع الفنانين في محافظه قار اعتبره ايقونه جنوبيه تستحق الدعم والالتفات بهذه الموهبه الفريده اليوم هذه اللمسات اللي يقدم من خلالها اعمال فنيه قمه بالروعه والجمال يستحق ان يكون هنالك تسليط الضوء على هذه الموهبه ودعم من الجهات الحكوميه لمثل هذه الطاقات اللي تحاول تقدم صوره مشرقه للشاب العراقي منتظر بارقه امل للعديد من شباب المحافظه وهو صوره مشرقه تتطلب من الحكومه المحليه رعايتها رعايه فعليه وتقديم الدعم الكامل للنهوض بالطاقات الشابه. من ذي قاره سعد الركابي قناه الفلوجه على ضفاف شط العرب تنسج قصه نجاح استثنائيه لشابه مصريه استطاعت افتتاح مطعم لها بمبلغ بسيط اقترضته من عمتها، التفاصيل في هذا التقرير. الشابه البصريه نور قصه نجاح لامراه تعتبر صاحبه التجربه الاولى لاستثمار الاطلاله الجميله لشط العرب بامكانيات محدوده. حيث بدات مشوارها بمبلغ بسيط اقترضته من احدى عماتها لتفتح مكانا صغيرا منحته اسم ابنتها الوحيده ايلول تفاؤلا بها لتمضي بحلم الطفوله وتبدا بمطعم ليقدم الفطور الصباحي وبعض الاكلات. البدايه جدا صعبه كانت صعوبتها بالامكانات الماديه يعني انا امكانيتي الماديه كانت صفر يعني ما كان عندي مبلغ حتى ابدي بي او هشي كل شيء. فاستلفت مبلغ من عمتي المبلغ كان 15 ورقة هذا المبلغ رحت به السفان اللي يبيعون به أشياء مستعملة فقدرت أشتري بالبداية طباخ وبراد وعارضة ومفرغة وهي أشياء أشتريتها كلها مستخدمة بس حتى أمشي بها وقت الحاجة أم أحمد احدى زبائنها التي التقتها قناه الفلوجه تستمتع بالماكولات التي تقدمها الشابه نور على ضفاف شط العرب هي والاحفاد فيما ابدت اعجابها بالتجربه التي تعكس اراده المراه العراقيه لتحقيق ما تصبو إليه بعيدا عن الاعتماد على الوظائف الحكومية التي تكاد تكون صعبة المنال لا والله كلش مشروع حلو وناجح يا ريت البنيات كل اللي يتخرجن يسوون هذا المشروع يعني اللي تخيط اللي تفتح لها صالون اللي تفتح لها يعني مشروع داخل بيتها مطعم حلو والله كلش حلو والله يعني هسه بنياتنا حلو تطورن فتحن محلات فتحن صالونات استغلن بالمولات يعني ماكو تقيد هالايام هيجي صاحبة الفضل في دعم الشابة نور لإنجاز حلمها الذي بات مصدرا لمعيشة عشرين عاما والدتها التي كانت تشرف على طبخ الأكلات المنزلية التي تقدم وابنتها أيلول التي تسعى لتحقيق مستقبل لها يضمن متطلباتها بينما رسالتها للنساء كانت ارفعنا الخوف وتقدمنا باتجاه طموحاتكم بعيدا عن انتظار الوظيفة الحكومية العمل الحكومي بأغلب الأحيان يكون عمل مكتبي أو عمل روتيني يعني ما تقدر إنه تبدع أو تقدم بيش أشياء أفضل بينما عملك الخاص لا أنت تقدر تطور وتجدد وتغير هو أنا شخصين هما سبب نجاحي بهاي الحياة الأول هو أمي والشخص الثاني هي أيلول أيلول هي اللي تنطني دافع تجربه نور تعتبر الخطوه الاولى التي اعطت الحافز لكثير من النساء للعمل في الاكلات السريعه مستغله جمال شط العرب فيما يبقى الدور الحكومي مطلوبا بتوفير الدعم لهن خالد السلامه لقناه الفلوجه البصره مليون ونصف المليون من العراقيين والسياح العرب والاجانب ينعشون قطاع السياحه في اربيل خلال عيد الفطر المبارك نتابع. توافد الاف السياح من وسط جنوب البلاد اضافه الى سياح ووافدين من دول عربيه واجنبيه لقضاء اجازه عيد الفطر المبارك في اربيل والتمتع باجوائها وطبيعتها الخلابه. احنا انطلقنا من العاصمه بغداد باتجاه اربيل جينا نشوف الاجواء باربيل طبعا الاجواء جدا راقيه ومثل ما تشوفون العوائل بدات يعني باتجاه القلعه ونتمنى يا ربي هاي الايام تدوم دائما وابدا وان شاء الله يعم الامن والاستقرار على عراقنا الحبيب وان شاء الله يبقى دائما خيمه لكل الطوائف اجواء حلوه كلش واحنا جايين حاليا من الناصريه لربيل نتجول هنا والحمد لله وشكر اجواء كلش حلوه و... يعني وشلالات قلعه تربيل كلش حلوه وممتازه حركة سياحية نشطة في شلال بيخال وقلي علي بيق الأشهر في أربيل إضافة للمولات والمتنزهات والحدائق العامة والفنادق والمطاعم وقلعتها الشهيرة وقد وفرت الجهات المعنية جميع الخدمات والتسهيلات هناك تنسيق كامل بين السياحة والمحافظة والقائم قامية والشرطة والصحة ودفاع مدني حتى يكون لأن تعرف الفصل متذبذب هناك أمطار هناك مرات يجي فيضانات حتى يكون السائح في وضع الأمن تمام هيئة السياحة في حكومة الإقليم أعلنت دخول أكثر من مليون ونصف المليون سائح إلى عموم كردستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي وتسريع عمليات دخولهم التي لم تتجاوز ثلاث دقائق فيما أصبحت تصاريح الدخول سارية لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من تجديدها في كل شهر. مع قدوم عيد الفطر المبارك انتعشت الحركة السياحية في الإقليم حيث سجلت طفرات كبيرة في أعداد السياحي والوافدين كون الإقليم يتمتع بأماكن وأجواء سياحية خلابة بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل ختام الثالثة هذا تذكير بالعناوين رسائل النيران تصل تل ابيب ليلا طهران ترد على قصف قنصليتها في دمشق بمئات الصواريخ والمسيرات بعد ليله المسيرات الايرانيه الطيران المدني العراقي يعيد فتح الملاحه الجويه امام الطائرات المدنيه مع تفجر الاجواء الاقليميه السوداني في واشنطن الطاقه والمال والاتفاقيه الاستراتيجيه اهم ملفات اجندته